اليوم يحتفي العالم باليوم الأممي لحقوق الإنسان. هل اليوم هو يوم أساسي للترافع من أجل الحرية والعدالة والكرامة ديال الإنسان؟ هذا يوم أساسي وكنحتفي به في الجمعية سنويا وفي العالم بالطبع، وهو يوم اللي كنرجعوا الكرامة ديال الناس اللي ضحوا من أجل الديمقراطية في هذه البلاد وفي بلدان أخرى، وكذلك مناسبة كذلك لنداء من أجل من جهة أن الدولة تلتزم بجميع القوانين اللي عقداتهم هي مع زعما الدول الأمم المتحدة، اللي غادي يمكننا باش نكونوا في المستوى ديال دولة متقدمة مزدهرة وكتحترم مجال حقوق الإنسان. حالات مختلفة ومتنوعة عند إذا قلتي على الصعيد الوطني اللي كينتميو الجميع زعما الانتماءات السياسية بدون ديسكريميناسيون، يعني لكل شيء يمكن يجيو عائلات رجال ضحايا سياسيين تابعين للتنظيمات الاجتماعية، وكذلك الآن بالطبع ضحايا العنف اللي كيهم النساء، وكذلك هادو يعني الناس اللي جايين من جنوب الصحراء المهاجرين اللي كيعانيو تما من معاناة خاصة، اللي خصنا المغرب يقوم زعما بالالتزام ديالو ويعطيهم ويرجع لهم الكرامة ديالهم، الكرامة لجميع الناس اللي كيتألموا كيتشكاو من هادشي ديال تمديد زعما حقوق الإنسان. بزاف ديال المرات كيكون ياك الواحد في حاله الاكتئاب ما تيقدرش ياخذ واحد القرار، بحال تيكون فيه الخوف جالس في واحد لا سيتوياسيون اللي ما عجبهش، وفي نفس الوقت ما عندوش داك الشجاعه باش يغير. دونك بعض المرات ملي كيخرج من الاكتئاب كتعطيه داك كيولي يبان له المستقبل شنو يقدر يدير. بزاف ديال الناس راه عندهم المهارات ولكن ما عندهمش داك الشجاعه باش يستغلوا داك المهارات اللي غادي يقدروا يحلهم على فرص العمل ولا على اندماج فوالا اجتماعي. انه ما حتى شي واحد ما عنده الحق، العنف ظاهره خطيره، وبزاف ديال العيالات اللي كيكونوا ضحايا ديال العنف مع الوقت كيقدروا بزاف كاين كاع اللي كيوصلوا حتى للموت، تيسقوا مقتولين، الشخصيه ديالهم كتغير. الانسان اللي ديما عايش في الخوف راه كاين واحد لا ريبيركسيون على الصحه ديالو، كيشرف قبل الوقت، الاعضاء ديالو كيبداو يمرضوا قبل، ما راه صعيب، راه ما بقاش داك الشيء. في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان تنظم الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تنظم هذا اللقاء التواصلي مع الجمعيات، وذلك يعني للتواصل مع الجمعيات حول الاختصاصات الجمعية، تعريفهم اختصاصات الجمعية فيما يخص تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وكذلك لإخبار عن توسيع الاختصاصات الجمعية فيما يخص الاهتمام بالعنف ضد المرأة وجميع أنواع العنف ضد الإنسان. إذن هذا هو موضوع ديال اللقاء. هذا اللقاء غادي يشمل يعني تقديم ديال الجمعية وكذلك تقديم المنتوج ديال سنوات ديال الاشتغال، طريقة الاشتغال، طريقة ديال إعادة تأهيل ديال ضحايا العنف والتعذيب، وأخيرا سوف يتم الارتكاز على العنف الجنسي كنوع من العنف اللي كتعرض ليه النساء على الخصوص، واللي عرف يعني واحد التصاعد في السنوات الأخيرة.